السلام عليكم مشاهدينا في كل مكان، مرحبا بكم ضمن موعدنا لقراءة الصحف الجزائرية الصادرة اليوم. في بدايتها نقرأ مشاهدينا صحيفة الخبر في صفحتها الأولى التي اهتمت بالحداد في الجزائر المعلن عما يجري في 14 أو 17 ولاية في الجزائر، وخصوصا الحرائق التي تضرب ولايات تيزي وزوبجاية وسكيكدا وحتى عين الدفلة والمدية. الجزائر في حداد تلملم جراح جرائم حرائق الغابات وتبكي ضحاياها، هذا هو العنوان الذي اختارته صحيفة الخبر في بدايتها، وقالت إقامة صلاة الغائب على ضحايا الحرائق بعد صلاة الجمعة، 65 ضحية وإتلاف مئات الهكتارات وخسائر في الممتلكات حسب حصيلة مؤقتة. رئيس تبون حداد وطني لثلاثة أيام على أرواح الضحايا. من جهة أخرى تقول صحيفة الخبر حسب تصريح للوزير الأول: نعمل مع الشركاء الأوروبيين لكراء طائرات للإسراع في إطفاء الحرائق. الوزير الأسبق عبد العزيز رحابي في تصريح للخبر قال أيضا أن هناك مخطط يهدف لإضعاف الجزائر. في الصفحة الأولى لصحيفة النهار نقرأ: هكذا تم إحراق قرى وغابات تيزي وزو، في إشارة إلى الكارثة التي تشهدها الغابات في منطقة تيزي وزو وأبجاية. النهار تنفرد بتفاصيل إضرام النار في الولاية، تقول أن المواطنون ألقوا القبض على ثلاثة مشتبهين فيهم وسلموهم لمصالح الدرك الوطني في تيزي راشن. الأطراف لا تريد الخير للجزائر تقف وراء الحرائق، هو تصريح للنائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو أوردته صحيفة النهار في صفحتها الأولى. إذن الموضوع الأغلب للصحف الصادرة هذا اليوم هو هذا الحدث الذي تعيشه الجزائر بكل تفاصيله وتتأسف من أجله. الكثير طبعا من الجزائريين في كل شبر من مناطق الجزائر يتوجهون لتيزي وزو وبجاية من أجل دعم إخوانهم هناك. صحيفة النهار في موضوع آخر قالت أن النسبة الأكبر في الطورين الثانوي والمتوسط، أكثر من نصف مليون تلميذ يغادرون المدرسة هذه السنة. صحيفة أخبار الوطن عنونت صفحتها الأولى: مأساة وطنية، في سياق حصيلة ثقيلة بضحايا الحرائق، والرئيس تبون يعلن الحداد لثلاثة أيام، هذا ما قالته صحيفة أخبار الوطن. تضامن وطني واسع لتجاوز آثار الحرائق، موضوع أبرزته أخبار الوطن في صفحتها الأولى، وأوردت أيضا تصريح عبد العزيز رحابي الذي يقول أن الحرائق متعمدة وتهدف لضرب الاستقرار. تكييف حرق الغابات جريمة تخريبية وفعلا إرهابيا سيردع المتورطين، هذا ما أوردته أيضا أخبار الوطن في صفحتها الأولى لليوم. في صحيفة الحوار: حداد وطني لثلاثة أيام على إثر استشهاد مدنيين وعسكريين جراء الحرائق الأخيرة، هذا ما أوردته صحيفة الحوار في صفحتها الأولى كقرار للرئيس تبون. أبرز صور التضامن والتلاحم الجزائريون بصوت واحد في مواجهة الحرائق لن ننكسر، هذا عنوان بارز في الصفحة الأولى لصحيفة الحوار وبن حبيلس التي استضافتها الحوار وهي رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، تقول 340 طن من المساعدات للمنكوبين، وحجيمي يقول للحوار ضحايا الحرائق شهداء. شنقريحة يزور الوحدات المشاركة في إطفاء الحرائق بتيزي وزو وبجاية، 844 إصابة و36 وفاة خلال 24 ساعة، هو إحصاءات كوفيد 19 التي أوردتها صحيفة الحوار وخصصت لها عنوان في أعلى صفحتها الأولى. في الصحف الصادرة باللغة الفرنسية في لوسوار دالجيري نقرأ: تأكيد المسار الإجرامي مشتبه فيهم يعترفون بهذا الإجرام، وتقول أن حصيلة الوفيات بلغت 69 منهم 28 عسكريا، هذا ما أبرزته صحيفة لوسوار دالجيري في صفحتها الأولى، بينما لوكوتيديان دورون ركزت على هذه الحصيلة وقالت أن حصيلة الحرائق تزداد وترتفع إلى 69 وفاة، وأن الأخطار الكبرى
تأتي من عدم الأخذ بعين الاعتبار والوقاية للغابات. هذا العنوان أيضا في صفحة لكوتيديان دوران الأولى. هذه أهم المواضيع التي تطرقت لها الصحف الصادرة اليوم، ويبدو مشاهدين في كل مكان كما تتبعتم أنه في الحقيقة موضوع واحد أو في الأغلب موضوعان كلاهما واحد، وهو الحالة المزرية والكارثية التي تعيشها الجزائر بين حادثين كوفيد 19 وحرائق تيزي وزواب جاية وكثير من الولايات التي أتلفت فيها النيران الممتلكات وأودت بحياة الناس 69 ضحية. يحضر معنا من الجزائر وبالضبط من تيزي وزو الناشط السياسي عمر أيت مختار. عمر أيت مختار، مرحبا بك وشكرا على تلبية دعوتنا. السلام عليكم، مرحبا بك وشكرا على الإستضافة. الله يبارك فيك، شكرا على تلبية دعوتنا عمر أيت مختار. في البداية، كيف هي الحال اليوم عمر أيت مختار في تيزي وزو، في غابات تيزي وزو، في الأربعة نثيرات، في عين الحمام، في فراحة، في كل منطقة من مناطق ولاية تيزي وزو وكذا بجاية وأقبو وسيدي عيش؟ اليوم الحمد لله دونك لا سيتوياسيون برسك ميتريزي، مازال حريق انكور، مازال لا لوت دي دو لا دو لا دو واسمو دي بومبي تو سا دو لارمي او دو لا بوبولاسيون، مي لا سيتوياسيون اي براتيكمون ان شاء الله اي لي ميتريزي بارتير دو سو سوار، مي مازال كوميم. مي انا شفت واش قلت على واش تقول الصحافه، ما عندناش صحافه في الجزائر، عندنا une concentration d'informations du Facebook. Mais Facebook, le مصدر الأول هو Facebook. الجرائم هادو فيسبوكية. Parce que, أنا نقول لك بكل صراحة، المجرم الأول، bien sûr, الحرائق، كان مجرمين، يا دي بيرومان يشعلوا النار. هادو كاينة. بصح، la situation climatique dans la région, dans la Méditerranée, on a eu des alertes de services météorologiques internationaux. Mais qui chauffe les décharges publiques partout. Le مجرم الاول هو المسؤول الاول في تيزي وزو، هو والي تيزي وزو ولا في وتا تيزي وزو. ما يقدروش يديروا ان سي او تي. C'est-à-dire qu'il y a la poubelle partout, dans les gabats, dans les montagnes, dans les décharats. Il y a des gens qui ont fait des choses. Ils ont fait des choses, ils ont fait des choses. Ils ne sont pas préparés. Je ne dis pas au niveau national, je ne sais pas les Canadiens. Pourquoi je ne sais pas les Canadiens? Moi, je dis même. Donc, ils vont affronter des Canadiens. Je ne sais pas. Il fallait le faire. Donc, il faut un bilan. Où est-ce que je vous dis? Pour moi, je dis. Parce que un CUT درهم الدولة عطات درهم باش نديرو دي CUT دي انسينيراتور باش نتكلفو هادو بلي بوبيل تاعنا اي تو سا. انا ما دارهاش، ما قدرش يروح. يا يا وي هذا اللي ديرني الفيلاج لو بلي بروب تروح يا عمر أيت مختار. ابري اسمح لي نترحم على ارواح الارواح يعني الشهداء هادو اللي ماتوا، كساسوا ميليتير ولا سيفيل بيان سور. مي هذا اللي حرقوه القهوه سوا ديزون هو اللي شعل النار، ميم هو اللي شعل النار نحكموه نديروه للدار كلا جوندارمري تروح له يروح العداله. ما نحرقوش الانسان، عيب حرام. قبل ما نلحقوا لهذه استاذ عمر أيت مختار، قبل ما نلحقوا لهذه في قبل ما نلحقوا للنقطه هذه اللي رايحين نتكلموا عليها، لانه الصحف اليوم ما هيش موجوده فيها، يعني الحقيقه الأمر ماهوش موجود على مستوى الصفحات. هي في الحقيقة جريمة ترتكب لأنها توفرت ظروف الجريمة، قادرة ترتكب في أي مكان. بالصحة سمح لي أستاذ عمر أيت مختار، نسألك فقط، لما نتكلم على لابيست كريمينال، على المسار الإجرامي، وشكون يستفيد من هذا يعني في رايك انت؟ احسن فهمت منك باللي كونطون ايفوك لا بيست كريمينال، يا دي جون كي اون بروفيت، شكون؟ نو مي ا شاك فوا يفو سبوزي لا كيستيون ا كي بروفيت لو كريم.
هذه البلاد هذه كاين الناس ما تحبهاش على بالنا، بصح جو با لي بوانتي دو دوا باسكو جو مي بروتيجي نخدم خدمه تاعي. واش دار الوالي؟ ما كاش طريق تروح الغابه. كي لو ريسبونسابل لو برومي ريسبونسابل واش دار؟ انا لي سيوتي هذا على ما دارهمش، علاش ما جابش الماء باش توصل للغابات هادو؟ شوف هادوك لي بوست افونسي تاع العسكر، انا كي نشوف تما في الغابات تو سا بيان سور ينون با يو لوردر دو كيتي لي ليو، حرقوا مساكن حرام. مي هذا المسؤول الاول في الولايه، المسؤولين تاع الولايه تاع تيجي وجوج بار دو لوتي بارسك راني تيجي وجوج عندي الحق، جي لو دروا ديكسبريمي مون افي اي مي زيدي. المجرم الاول هو اللي ولي تاع تيجوز، ما يقدرش يروح. انا نطلب من رئيس الجمهوريه يبدي لنا فري ماناجور، يعطينا جو سي با دي ريزولتا، إلي اوبليجي دافوار دي ريزولتا. وين يتخبى هذا؟ سي فاسيل، كاين مجرمين شعلوا النار، كاين مجرم بيان سور كاين مجرمين، بصح ما نخليكش انت ديرني النار، نحضر روحي. سي با لا بومييير فوا شعلت النار في 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 في, في تركيا دون لوروب دو لويست تو سا اي لا ايتي ميتريزي. دروك يقول لك نشلوا لي كنادير اون فافريتي دي كنادير. دروك نو سوم دي رياكسيونير، il faut agir pour ne pas réagir. Voilà le problème. Et on doit absolument tenir compte de cette catastrophe pour avancer dans la clarté. واحد ما يقدرش واحد ميديوكري يروح. البلاد هذه تستحق des gens valables qui affrontent toute situation. لا سي فاسيل داكوزي الدولة هذا ماش واش نديرو حنا؟ وصلنا حتى نقتلوا الناس، نحرقوا انسان دي براتيك موين اجوز. ريان نو بو جيستيفي لو مال، لو مال مش جيستيفي با، لو مال كي دير المال تخلص. شكون المجرم الاول؟ سي فاسيل نقول لك هذا هذا هذا. كاين الناس بصراحه كاين الناس تقول لك الدوله راهي تحرك، العسكر راهي تحرك، لو ماك راهي تحرك، مي سي نامبورت كوا. ولات فيسبوك هذا سادير اون ابوي الجريمه، حنا اوني كومبليس. كاين حاجة il faut être organisé, il faut décortiquer la situation. Et bien sûr les responsables, qui est le premier responsable. C'est facile تقول هذا كي يحرق. وانت واش درت؟ باش ما يحرقش. Non, l'État a mis les moyens. Ils sont mal exploités. Voilà, nous sommes médiocres. J'accepte, non, moi personnellement, je n'arrive pas à me faire comprendre. Et je suis dans la réalité où j'ai le droit de dire de crier ma je ne sais pas j'ai une haine envers les responsables. وين كاين التقصير عمر ايت مختار؟ وين كاين التقصير؟ الخروطو فيسبوك تو سا نو يا دي مور لا سيتياسيون اي غراف 3 جور دو داي سي بيان مي اون دو ديكورتيكي لا سيتياسيون بور كو سولا نو سو برودوي بلو جامي. اليوم ريسبونسابل دو بتاتر تراديو دوفون لا جوستيس. اليوم نتكلموا عمر ايت مختار، خلي اليوم نتكلموا على المسؤوليه وعلى التقصير. وي. في رايك شكون اللي راه مقصر؟ يعني انت تكلمت على الوالي تاع تيزي وزو قبل الحرائق، معليش احنا لم نتخذ الاجراءات، ربما مش في تيزي وزو ولا في بجايه ولا في بويره برك، ولكن على المستوى الوطني لم نتخذ الاجراءات، ولكن اليوم رانا امام الحرائق، هناك مسؤوليه مزدوجه، من المسؤول في رايك؟ نو من المقصر؟ انا في الجزائر، انا في ولايه تيزي وزو، تيزي وزو يعني الكاتاستروف. لو بروميير ريسبونسابل دو لا ولاية اي لو بروميير ريسبونسابل دو سيت كاتاستروف سي الوالي اي لابيوي. هادو نورمالمون يخلصوا تو سكي سي باسي باسكو نو با في لور ترافاي. شو ني با لا فوت ا ليتا باسكو فوا ايتر ريبوبليكان، خص تعاون الدوله. حنا نعاونوا دايور لا سوليداريتي كي سورغانيز، رانا نتعاونوا لا سوليداريتي بالدوله. عطات دراهم، elle dépense beaucoup d'argent. Elle est mal dépensée, elle est mal gérée. C'est ça le sujet. Mais que ce soit le président de la PC jusqu'au Wali, il n'y a aucune coordination. Donc, c'est comme un concours de circonstances. Tout le monde est Habiban. Habiban, il est venu à la couverture, il est venu à la première couverture, il est venu. Il fallait agir avant. Là, on est en train de réagir. Nous sommes des réactionnaires. Voilà le problème. Et le premier responsable dans la wilaya de Tizi Ouzou, comme toutes les wilayas d'ailleurs, il s'appelle le Wali
اي لا بي وي دونك هادوما يخسروا يحشموا وحشمي يحشموا والعداله يفو لي كونفوكي دوفون لا جوستيس سي با لا فوت ا ليتا سي لا فوت او ريبريزونتون دو ليتا كي تي انكومبيتون اي تو سكي اوتور دو لوي فوالا البروبليم تي فوا دي شارج بوبليك تشوف النار كي تحرق الغابه كي توصل لا دي شارج سوراج هذيك C'est irrespirable, des plastiques, des produits, je ne sais quoi et tout ça. Qui est responsable? Eh bien, ce n'est pas les voisins, c'est les responsables de la wilaya. Donc, j'ai cité bien, le premier responsable doit être responsable. Et ils sont médiocres pour moi, c'est des criminels. Mais quand on s'y rend, ou Doula, ce n'est pas une personne. Alors, je demande au président de la République de mettre fin à cette médiocrité. اليوم tu es responsable, Doula, il est responsable. اليوم الشعب كل سيركونستانس اونتر كوبان ديروا فيسبوك راني نجمع دراهم راني نشري لي كونسونتراتور دوكسيجين سا فدير كوا سا يفالي سو بريباري بيان افون ا سيت سيتياسيون دونك لا ريسبونسابيلتي كلير سي بور نو بلو جامي فيف سيت سيتياسيون فوالا اي جو سوي بيان بلاسي بور فو دير جو سوي دون لا ولاية دو تيجي وزو J'étais à Fréha et à Zazga, c'était irrespirable pour moi. Imaginez les malades, les vieux, les enfants. C'est inconcevable. Voilà, voilà. طيب, Omar, معليش, لما نتكلموا على الوضع, يا Omar. Omar, رانا نتكلموا على الوضع اليوم, ولكن خلينا نتكلموا على نثمنوا ما ورد في العناوين الكبيرة اليوم اللي يتكلم على تضامن كبير. تضامن كبير مع تيزي وزو ومع بجاية ومع كل المناطق اللي كيفاش يقراها عمر ايت مختار non mais c'est naturel l'algérien est solidaire je vois dans tous les villages ناس نوضوا لنا 3 جور ديما يا نوضا يا روحوا الاربع نتيرات مي سي نورمال لا سوليداريتي راك في باري لا سوليداريتي دون او سان دو لا دياسبورا لا كوميونيتي الجيريان الي اكسترا اوردينير دايور جو بلام لومباسادور دالجيريا باري اي جو دوموند جو فيان دو فير اون ديكلاراسيون دون ما باج فيسبوك سي كو لو بريزون جو دوموند او بريزون دو لابوبليك دو فيري يا با ان اوتر مو لومباسادور دالجيري كي سي Tracté bien évidemment, au lieu de gérer la situation, de prêter main forte au comité de village, à la société civile, aux associations, la solidarité ne s'organise pas comme ça. On ne gère pas une solidarité, elle se gère d'elle-même. La solidarité est naturelle et spontanée. Non mais le quoi zama le comité de village تاع تيزي وزو جابوا كاع لي كونسونتراتور زعما ما يعطيوهمش اللي ولا الاخرين ما يتبرعوش بهم هذيك ما يقبلهاش العقل دونك سي لا تيوري دو كومبلو اون ناسيم با لي شوز كوم ايل سون دونك فوالا جو ن سوي با لا اكوزي جو سوي جي انفي دو ديزيني لي فري ريسبونسابل لومباسادور دالجيري ا باري ا فوتي Le Wali de Tizi Ouzou a fauté. Les responsables politiques ont fauté. Après, je suis républicain. L'État a mis les moyens. L'État a mis les moyens. Donc, par contre, ils sont mal gérés. La mauvaise gestion, la NAPI. Hein. C'est facile d'accuser Alger, Maksumtina, ou l'Am Tlemcen, ou l'Am Djulfa. Ça se passe à Alger. Mais au niveau local, on veut de vrais responsables au niveau des Wilaya Bestrichi. Mais à chaque fois, moi j'exprime ma colère et ce n'est pas la première fois. Je ne mâche pas mes mots. Il faut fonctionner avec des règles. Ça suffit. Voilà la presse. La presse qui va Facebook. C'est du populisme. La presse, non, ma couche ça. ما تجدي با لا فيريتي قبيل عمر كسؤال اخير قبيل تكلمت على جريمه مكتمله الاركان وقعت في الاربعة ناثراث هذه في الحقيقه باش كيفاش يقراها عمر ايت مختار يعني انا نقول لك حاجه بولت رحمه الله روح هذا المسكين هذا الله يرحمه انا من الجهه هذه دونك اوريجينير جو سوي داغمونيزم دونك داربع ناثراثين والله انا حشمت ميم سادير انا نقول هادو لي ديموكرات هادو سودو ديموكرات هادو نون براتيكون
انا ميم هذا السيد هو اللي حرق هذه الغابات هذه نحكموه ولا الدرك تحكموه نديه العداله ما تقتل حتى تينا طالو دروا تفير جوستيس توا ميم ليسي لا جوستيس ابري لا جوستيس تحب تحرقه ولا تعلقه ولا تقتله خلي العداله دي تحقيق ماشي انت ماش انا ما تقتل حتى واحد فينا طالو دروا دو تويي بريلي كالكان فيف دي براتيك مويان اجوز اخويا شوف الله يرحم هذا الانسان هذا نعم واش والله العظيم من منطقه القبائل انا متيزي وزو والله العظيم غير حشمت ما لقيتش كلام باش نعبر يعني على هذا بارك الله فيك بارك الله فيك عمر ايت مختار كنت معنا شكرا لك على المشاركه في قراءة الصحف معنا والله يجيب الله يجيب الخير للبلاد امين يا رب العالمين رحم الله ضحايا الحرائق ورحم الله ايضا الشاب بن سليمان جمال وأسكنه فسيح جنانه وألهم ذويه الصبر والسلوان طبعا ليس مجال اليوم لنقول إلا أن الجزائريين إخوة وأنهم يد واحدة وقلب واحد نتابع مشاهدينا الأخبار بصيغة الكاريكاتير انتهى موعد قراءة الصحف لنهار اليوم شكرا على المتابعة وإلى اللقاء